كواليس السوبر بالتحديد، انت كنت متواجد قبل قرار نادي الزمالك هناك في الامارات؟ إيه لا كنت هنا. كنت هنا، بس انت كنت حضرت المباراه ولا انا ما مسافر سافرتش؟ الاربع، سافرت الاربع. اه طيب، عايز اسالك في كام حاجه كده. اول حاجه، اخبار كتيره طلعت ان ما كانش فيه فار في الماتش. لا كان في، كان فيه كان فار. في وكان في حكام اماراتيين هم المسؤولين عن تطبيق تقنيه الفار. حتى لو تلاحظ يا امير ان السرعه في اتخاذ القرار يعني بسبب ان الحكام كانوا على طول على تواصل احنا بس عشان هنا في مصر مش متعودين على خالص. كده، اه احنا لا ما انا متعودين بقى ان كل قرار لازم نرجع للفار ما انا بقول لك نقعد دي شويه. شوف ايه تحديدا اللي حصل يعني فحسينا ان مفيش فار، الناس لا حست ان مفيش فار، اتكلمنا مش فيها موجود. في يعني كنت بتكلم مع احد الحكام المباراه فبقول له القرارات كانت سريعه. قال لك يعني حتى لو في تلاحظ كان في هاند كده على بلاتي توريه البنا ايوه حسبها بعد 3 4 ثواني مثلا يعني البنا. وهو ده الصح، وده ده الصح وده الطبيعي. دور الفار ان انت ما تعطلش الماتش ومش كل يعني بالظبط. حتى يعني بريرا مع الحكام هنا بيطالب ان هم في الفار ما حدش يقف ويروح للفار ويستنى، عايز القرار يبقى قرار سريع. بس دي برضو بترجع للامكانيات المتاحه صح. من في عربات التقنيه والكاميرات وكم عدد الكاميرات في الملعب. لكن فالفار كان موجود كان موجود. والحمد لله المباراه يعني انا شايف انها خرجت بصوره طب كويسه. انا عايز كواليس تقرير حكم اللقاء محمود البنا وتقرير المراقب بتاع المباراه، هل في التقرير كواليس اصلا عنده؟ طلع ولا لسه؟ عشان القصه اللي بتتعلق بالمشاده اللي حصلت ما بين علي معلول معلول والشناوي وشناوي والشيبي واسلام عيسى وكلام من ده. هو اللي عارفه ان التقرير تقرير حكم والمسابقات يعني خلاص اتسلموا للاتحاد اتسلم الكوره. اه تمام. لكن عايز اوضح حاجه بس يا امير، ان بعد الماتش في خبر انتشر الناس قالت لك بسبب ان تم الصاروخ تحويل الشناوي تحويل الشناوي لجنه معلول الانضباط. الاتحاد نفى، الانضباط ما الاتحاد كله نفى على نفى، طول. وطبيعي ان اي حد فاهم يعرف ان الخبر ده غلط. ان بالظبط في اجراءات يا امير بتتاخد الاول طبعا. اللي هو تقرير حكم بيتسلم للجنه الحكام، تقرير مراقب بيتسلم لجنه لجنة المسابقات، المسابقات وبعد كده لجنه المسابقات بتجتمع وبتنظر التقريرين لو في اي اخطاء او في بتعمل عرضهم. اي خروج عن النص بيتم اصدار قرارات. في يعني بعد كده لو في حاجه مثلا زي اللي حصل في موضوع كهرباء لما لجنه المسابقات قالت لك انا تقرير الحكم وتقرير المراقب ما جاليش ما اي عندكش حاجه اي مشكلة صدرت منه. من بالظبط. كهرباء، فبالتالي ولا اي تجاوز. ساعتها ان اي نادي من حقه ان هو يتقدم بفيديوهات او باي حاجه خارجه عن لجنه عن النص. الانضباط. ولجنه الانضباط صح. بتحكم في الموضوع ده وتتخذ قرارات. بعد كده لجنه التظلمات في حين لو انت عايز النادي اه تتظلم. النادي او اللاعب عايز يتظلم على القرار بيروح لجنه التظلمات. دي الخطوات او الاجراءات اللي هي متبعه. اول بالظبط. حاجه لجنه المسابقات، تاني حاجه لجنه الانضباط لو النادي او اللاعب مثلا مش عاجبه القرارات او مش او واثق في القرارات بتاع اللجنه اللي هي لجنه المسابقات بيروح بعدها لجنه الانضباط. فده اللي ده اللي هيحصل في موضوع لجنة التظلمات بقى في الاخر لجنه التظلمات بقى في الاخر لو خالص انت اللي عايز هي تعترض. لو انت لجنة عايز تعترض التظلمات طبقا اللي اكده الدكتور ايهاب الكومي معايا في المداخله ان هي ليها حق ان هي توقف العقوبه او توقف تاخد توقف او تخفف. اه تخفف. يعني توقف لكن او ما توافق او تزودش. توافق على العقوبه. لا ما لا لا تزودش، طبعا. لا يعني توقف او تخفف او تلغي العقوبه تمام خالص. تماما. فده ده من حق لجنه التظلمات، ولجنه التظلمات هي صاحبه القرار الاول والاخير في تمام. لكن لا ملاش الشناوي سلطه اتحول للجنه ولا النضباط اي ولا حاجه خالص. معلول ولا اصلا في لما التقرير. يطلع قرارات لجنه المسابقات لو في عقوبات عقوبه لجنه المسابقات هتعلن عنها. ما فيش زي ما قلت لك نادي بيراميدز مثلا عايز يعترض فيروح للجنه تمام. الانضباط، الاهلي عايز يعترض طب فيروح هل للجنه الانضباط. التقريرين من ضمن الكواليس، وكان عارف انك شاطر جدا ما في الحاجات دي، اعرفش هل شملوا بيهرب على فكره شملوا بيهرب. اي حاجه، اي لا ما عشان تعقيب ما على اضحكش عليك لا ما اعرفش والله ايه اللي ما في فيش. طب انت التقرير. شايف ايه؟ انا بقى بحرجك، انا معلش يا امير الموقف انا هفضل يعني المره انا دي بس. يلا بص انت بص شايف يا ملك، ايه؟ انا الموقف يعني كان نفسي يطلع المباراه يطلع بشكل احسن من كده. لكن هرجع اقول لك يعني مثلا شيبيني اللي لعب بيراميدز، شيبي شيبي اللي لعب بيراميدز انا شايفه لاعب عصبي يعني شويه. عصبي شويه وبيخرق. بس برضك هرجع واقول ان انت الموقفين ظهروا من لعيبه كبيره جدا اللي هو معلول والشناوي. انا بالذات مع موقف الشناوي، انت يعني انت جيت وسبت يعني خدت خلاص هي الخطره دي الكره كانت كلها طلعت، الكره كانت طلعت. بس انا رايي الشناوي علشان الشناوي يحصل ده. معلول طبعا من الناس اصحاب خبره طبعا. واصحاب وانا الشناوي على علاقه بيه كويسه طبعا، فعارف خلق الشناوي الشخصيات وعقليته الجميله وشخصيه من الشخصيات العاقله والجميل حتى في المنتخب الاول لو في اي حاجه اللعيبه بتروح له. فكان نفسي كان الموقف كان هو يتعامل بشكل احسن من كده. هو معلول كانت الدنيا تخرج بصوره كويسه هو جدا. لازم التعامل الفترة دي مع لعيبة الأهلي أو لعيبة الدوري كمان كلهم، ضبط النفس، ضبط النفس على هو أعلى اي مستوى، لعيب خاصة وتحديدا من اللعيبه الكبار ده يعني. مطلوب جدا. وخاصة فانا كان لو رايي المباريات بره، يعني خاصة لو بره بلدك أو كان اللي المباراه عليها تطلع ضوء بصوره كويسه، كبير خاصه جدا الملعب وفيها تسليط أضواء كتير. ده كلنا طبعا نتمنى كان كده. يعني الملعب ده كان عليه حاجات سلبيه يعني في الماتشات ماتشات السوبر مش عايزين نتكلم عنها. بس عايزين احنا شايفينها بره الجماهير كان يعني رائعة رائعه جدا جدا. جدا.
شو قبل الماتش يعني بشكل حضاري كويس جدا. شفنا لقطات لجماهير الزمالك كانوا موجودين مثلا 2 أو 3 من الجماهير الزمالك موجودين، الجماهير الاهلي اتعاملوا معاه بشكل كويس وكان ضحك.